بجيب اللي غير مستطاع عندي وارميه قدامك دلوقتي. الأب جاب ابنه اللي أرواح نجسة بتصرعه وقدمه لتلاميذك. تلاميذك ما عرفوش يعملوا حاجة، بس انت أول ما جيت خرج الشيطان منه والصرع طلع. أنا بواجه المشكلة دلوقتي باسم الرب يسوع. أنا مش جايبها للخدام، مش جايبها للتلاميذ، أنا جايبها ليك انت يا رب، ليك انت يا رب. أنا بواجه المشكلة بيك انت يا رب، وهدور على أصل المشكلة. المشكلة مش في الصرع، المشكلة في الشيطان اللي ورا الصرع، المشكلة في القوي اللي وراه. هجيبه قدامك وانت هتعرف تتصرف معاه وتتعامل معاه، عشان انت اسمك فوق كل اسم يا رب، اسمك فوق كل اسم يا رب. هاليلويا، اسمك فوق كل اسم يا رب. امين. اشكرك 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 اشكرك. وما ينفعش نيجي نتكلم عنك إلا لما نتكلم عن الصليب والقيامة. قد مات بالصليب عني هذا الحبيب. بالصليب عني هذا الحبيب، فحبه لذا عجيب. تعالوا يا خطى بواهب الحياة، فحبه يعطي النجاة. إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي. تعالوا بغير مرشد، إبليس قد أذلني، حتى أتى الحبيب بقلبي الكئيب لفاتحا باب الرجاء. إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي. إذ اسمي في سفر الحياة، ومسكني هنا مع زمرة الأملاك، أشكو لمن أحبه. إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي. تعالوا وانظروا هذا ربي. إني أحبه عند الصليب، بركع عندك واتأمل في جراحاتك. أنا بجيلك بجروحي، وعارف إن شفائي فيك. حتى لو كان الرأس سقيم،
حتى لو كان الكل مريض أنا بجي لك بجروحي وعارف إن شفائي فيك بجلدتك شوفيت بجلدتك شوفيت بجلدتك شوفيت بجلدتك شوفي كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر حتى لو كان بقاله سنين إيماني فيك انت يا معين كل إساءة لم تغتفر بجلدتك شوفي قصة الحب العجيبة قد تجلت في الصليب قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين افتكروا ان هما كده بيقضوا على القصة لكن ما يعرفوش ان دي بداية القصة هنموته ونخلص عليه اصل هو كان عارف القصة من اولها وفي اليوم الثالث قام وانتصر في اليوم الثالث قام كما في الكتب قام عشان يشجع تلاميذه قام عشان يشجع المحبطين راح للي كانوا ماشيين عابثين في الطريق ويمكن النهاردة دي حالتك وحالتي ماشيين في الطريق عابثين ما بالكم ما بالكم ايه اللي حصل قام من الموت عشان يروح لواحدة زي مريم ويخليها تروح تبشر قام من الموت علشان يروح لواحد زي بطرس حبيبي يا بطرس وقعت ورحت تصطاد خدت التلاميذ وراك هردك وأنت متى رجعت هتثبت إخواتك ارعى غنمي يا بطرس ارعى غنمي يا بطرس ملكش دعوة بيوحنا ملكش دعوة بإخواتك ملكش دعوة إن كنت أشاء أن يبقى هذا فأنت مالك فملكش دعوة أنت يا بطرس خليك في نفسك قام عشان يروح لليائسين والمحبطين واللي قاعدين وخايفين في العلية ويمكن دي تكون حالتك النهاردة قاعد وقافل على نفسك جوه العلية قافل على نفسك مش عايز تشوف حد خايف من الناس خايف من عيون الناس خايف من اللي هيتقولك كلمة ملهاش لازمة خايف من اللي هيقولك كلمة ملهاش لازمة خايف من اللي هيشوفك على حقيقتك وهيقولك ملك كلام يتعبك راح للناس اللي زي كده قام المسيح من الموت علشان يروح للناس اللي زي كده
هاليلويا قام من الموت عشان يشوف واحد زيي. قام من الموت علشان يروح يشبع القلوب ويشبع النفوس. تعالوا انا جايب لكم سمك. تعالوا تعالوا انا عارف احتياجكم. انا عارف احتياجكم. عندكم شيء؟ عندكم اداما؟ عندكم اكل يا غلمان؟ طالعين تصطادوا وانتم مش عارفين تصطادوا ورجعتوا تاني تعملوا حاجة نفس الحاجة اللي كنتوا بتعملوها قبل كده واللي متمرنين عليها طول حياتكم بس مش هتعرفوا تعملوها. خلاص مش هتعرفوا تعملوها من غيري. صدق الكلمة النهاردة وارمي الشبكة على الجانب الأيمن. اصطاد سمك كتير. اسمع كلامه. ما تعملهاش بدماغك. من فضلك ما تعملهاش بدماغك. هو عارف هو عارف هو عارف. بلساني وقلبي وكل كياني.
حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطى. أراك حبيبي أراك حبيبي أراك حبيبي النهاردة بعيون مختلفة، أراك بعيون واحد يجي تحت واقف قدام الصليب وشايف كل المحبة دي وهي بتنسكب من قلبك. فكل اللي أعمله أقول لك ماذا تريد مني يا سيد أنا أفعل، فأنا لك ولغيرك لن أكون. فماذا أرد لك سيدي وأنت لك
الحياة. هاليلويا هاليلويا.